للأسف يعني المنتخب الوطني بحاجة لكل النجوم أين ما كانوا، يعني عادل تعرض مهدي بن عطية كل شيء بحاجة له للظفر بكأس أفريقيا للأمم 2015. أنا غادي شي حاجة باش الجمهور المغربي يعرف كلش. تفضل. أنا كنموت على المغرب، المغرب بلادي، كل فاكانس كندخل أنا للمغرب ديما كندوز الفاكانس ديالي في المغرب ولا نلعب ماشي بادو زكي سي لونترينور كنريسبكتيه، اللي شو اللي يدير جبلي ريسبكتيه، ولكن أنا ما كنلعبش بادو زكي، كنلعب أنا لو بوبل ديالي، تو لي ماروكان كي أجوردي كنلعب في الميلانسي، يسون توس دوفان لوغ تيلي وكيتفرجوا في تعرض، كيسون فيغ دوفان تعرض كيجيو ميلانسي. أنا مو سي مون بيي، جو مو يا لا كوب دافريك دان سي موا، أن جانفيي ألي شينو وماروك، أو فو لا غاني إن شاء الله. مي تي أيتي كونتون بور لا ديزيناسيون دو زكي أ ليكيب ناسيونال تاع العراق. سي موا، سي موا لو برومي كي أجي Je ne veux pas un entraîneur étranger, je veux un entraîneur marocain. OK. واكثر من ذلك في انترفيو في ميلان مع ميديا ان تي في قال انه يرحب بقدوم بادو زكي. تفضل تعال. يا مامور دو سون ستاف عازي بودربالاك إلي فينو من عاتي جو لوي دي موا جو فو كو ان انترينور سو ان انترينور ماروكين. اي عازيز إلي تي لا اي يافي ميم مسيو غالياني افيك نو جو لانفيتي مسيو غالياني إلا رانكونتخي إلا دي مسيو عازيز. انا بغيت واحد لي جون كي زون ايتي دي ليجوند دو ماروك سواء بادو زكي علي بودربالا مصطفى اجي جي دي موش بغيت زون دي ماروكين باسكو لا كوب دافريك الي او ماروك اون فو لا غاني بور نو سوبورتير اي مو جي اوكان بروبليم بادو زكي جو لو كوني با جو لو كوني با ان تان كوم جو كوني با ان تان كانترينور جي جامي جي لي جامي رانكونتر دان ما في مو جو جو بور مون بيي جي شوازي لا سيليكسيون دو ماروك ا 17 ans سي جو بو با جو بور لو ماروك جو ري كونتينيو ا جو بور لا فرانس. Je joue pour la France en sélection de jeunes. À 17 ans, quand le Maroc, ils ont fait appel à moi, j'ai dit, OK, moi, je joue pour le Maroc. Donc, d'abord, je ne comprends pas. Alors, je me regarde pas, ils se doutent. Et tout le monde, je me regarde, ils disent, ah, Adil m'a pas la Mahana. Moi, j'ai toujours dit, OK, pour le Maroc. J'ai fait une erreur le jour où je suis parti contre l'Algérie. Adil, Adil, Ran Mgarba, ma qui goulouche, Adil m'a pas la Mahana. المغاربه بالعكس كيبغيوك وكيقدروك وكينتظروك وان شاء الله بسرعه غترجع ليكيب ناسيونال اون ا بيزوان تو الموند سي عادل. نتمنى عادل شنو اللي بغينا؟ حنا بغينا كل شيء يكونوا متفاهمين وعادل يلعب ولا ما يلعبش كنبغي انا المنتخب يكون ديما الفوق. شكرا شكرا عادل تعرابت نجم ميلان الايطالي ومنتخب الوطني، نتمنى العوده قريبا.